ايوه ام ساميه، معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرض يا نبى الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليها. انت قلقانه من ايه؟ مش شماعه البنسيون؟ خلاص مش هلاقي حته اتلقى حنام فيها، يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي، حاضر حاضر، هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادرة. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه، ولا احسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي، مساكين. جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بال احسن، اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصيت لي من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان. هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. حابب تتعرف اعرفك، براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه بيحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف بخرج من هنا غير وانا مسلم روحك للخيال يا افندينا. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تنورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض
أنا بعرفك. خميس يا فندم، أول خميس ملوش جمعة لا. تحب بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزناد تقتلني. أنا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس. ورحمة الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا. انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يلا ليه؟ والمده بتاع عيال المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا. افتح بقك يا. ابوك ياد عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالغباوه دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. المعلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيرى العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك. لا ها؟ اثبت اثبت يا. اخلص. عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون رائد لأفندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر مالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان نوع الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص مال وشك مسفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل. حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه. لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها مع خميس.